نشرة إخبارية من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. بداية، وفي إطار تعزيز العلاقات بين الجزائر وجنوب أفريقيا وتسهيلا لتنقل الجالية الجزائرية وتوسيعا لشبكة خطوط النقل الجوي نحو أفريقيا، أشرف أمس وزير النقل يوسف شرفة ووزير المالية العزيز فايد على فتح خط جوي جديد بين الجزائر وجوهانسبرغ بمعدل رحلتين في الأسبوع. مراسم الإعلان حضرها المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية والقائم بالأعمال بسفارة جنوب أفريقيا بالجزائر. هذا وتحت شعار بريكس وإفريقيا شراكة من أجل النمو المتسارع بشكل متبادل والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة، تنطلق غدا بمدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية الدورة 15 لقمة البريكس بمشاركة وزير المالية العزيز فايد ممثلا لرئيس الجمهورية إلى جانب رؤساء دول وحكومات يمثلون 67 بلدا من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والكاريب، وكذا مسؤولو منظمات دولية وإقليمية. ومن المزمع أن يناقش المشاركون مختلف المواضيع المتعلقة بعمل مجموعة البريكس على غرار تطوير النشاطات الطاقوية ومختلف الإمكانات التي تزخر بها القارة الإفريقية. في موضوع آخر، وقصد تثمين مهنة الأستاذ الجامعي والباحث وتحسين مركزهما، انطلقت أكبر عملية توظيف للأساتذة من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه بتوظيف ما يقارب 8000 أستاذ مساعد بمختلف المؤسسات الجامعية في خطوة غير مسبوقة للاهتمام بهذه الفئة من النخب العلمية بالجامعة الجزائرية. العينة من جامعة العلوم والتكنولوجيا هو ريب مدين بباب الزوار أسيا غريب. فاطمة وبدر الدين يحققان حلميهما ويلتحقان بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بعد تخطيهما لمسابقة الأساتذة الأخيرة بنجاح. نشكر الله قبل كل شيء، ثم نشكر رئيس الجمهورية عبد المجيد التبون الذي منح لنا الفرصة لكي نترشح في هذه المسابقة بفضل فتح ما 8000 منصب لحاملي شهادة الماجستير والدكتوراه. الوصول إلى الجامعة إنه هو المكان تاع هاد الدكاترة والمتحصنين على الماجستير ليعززوا الجامعة الجزائرية من حيث البحث العلمي ومن حيث التدريس والتأطير، باش نوصلوا لمقاييس دولية من حيث التأطير إن شاء الله. واستكمالا لعملية التوظيف المباشر، محاضر تنصيبهما ستتم سبتمبر القادم. الاحتياجات نتاع الجامعة بالنسبة للتأطير خاصة، يعني احنا في كل المجالات تاع العلوم والتكنولوجيا، لأن جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا كانت تحتاج يعني أساتذة في جميع المواد مثل يعني الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، العلوم الهندسية يعني الهندسة المدنية، هندسة الطرائق، هندسة الميكانيكية، وأيضا في علوم الأرض، الجغرافيا، التهيئة العمرانية، البيولوجيا، ورايحين يجريوا تكوين في ظرف سنة، وبعد التكوين يكون إن شاء الله الترسيم تاعهم كأساتذة، يكونوا أساتذة محاضرين بقى. المسابقة الاستثنائية لحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه التي أعلن عنها رئيس الجمهورية سمحت بتوظيف 8000 أستاذة وأستاذ في مختلف التخصصات بفضل المنصة الرقمية. وتحسبا للدخول المدرسي، افتتحت عبر الوطن معارض للأدوات المدرسية والألبسة بأسعار تنافسية. العينة في النشرة من ولاية باتنا مع يونس لكحلديب. 40 متعاملا اقتصاديا في مجال الأدوات المدرسية اجتمعوا هنا لتوفير حاجية التلاميذ قبيل الدخول المدرسي. الأسعار العام هذا ما شاء الله تنافسية، لبري ريزونابل بارابور العام اللي فات، كاين تخفيضات ما شاء الله، النوعية كما نقولوا لوكال ما شاء الله، كانت على امبورتاسيون مليحة، مي لوكال عجبتني أنا. وفروا لنا الكتاب المدرسي نقاط بيع باينه معينه وباثمان معلومه مسبقا.
أسعار تنافسية ومدروسة لسلع ذات جودة ونوعية توفرها المؤسسات الخاصة بصناعة الأدوات المدرسية حفاظا على القدرة الشرائية. الأدوات اللي رانا نصنعوا فيهم الإنتاج تاعنا نحاولوا أنه يكون صحي، ثم ما يأذيش التلاميذ تاعنا. الأسعار رانا احنا راي من المصنع الى المستهلك، يعني من المنتج للمستهلك، الاسعار اقل سعر في الجزائر، هذا احنا اللي نصنعوا فيه من الان. كما تم توفير نقاط بيع خاصه بالكتب المدرسيه من خلال هذا المعرض. هذا السوق الجواري يضم حوالي 40 متعامل اقتصادي من انشطه مختلفه، منها الاستيراد، الانتاج، وكذلك تجار الجمله، وباقي يعني الأنشطة التي لها علاقة بمستلزمات التي يحتاجها يعني التلميذ أو الطالب خلال يعني السنة الدراسية بأكملها. مبادرة تدوم شهرا كاملا وتهدف إلى تسهيل الدخول المدرسي للأسر الجزائرية. في الاستثمار الفلاحي توصل شركة كوسيدير فلاحة حصد النتائج الإيجابية في مجال الزراعة الاستراتيجية الكبرى، وبفضل اعتماد الشركة السقي الكلي استطاعت تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية خنشلة ضمان كميات كافية من البذور تحضيرا للموسم الفلاحي المقبل. محمد أمين بوتومي. متتالية أثبتت شركة كوسيدار فلاحة نجاحها في الزراعات الاستراتيجية بصحراء ممشى بولاية خنجلة هذه السنة، وفي ظل نقص التساقطات المطرية حافظت الشركة على معدلات إنتاج الحبوب بفعل اعتمادها على السقي الكلي واتباع المسار التقني في إطار شراكة مع الديوان الجزائري المهني للحبوب. هذا الموسم كان موسم جيد بإذن الله، بحيث كانت المسار التقني جيد، متابعة مسار تقني جيد بإطارات كفاءة. إطار الشراكة التي تربطنا بمؤسسة كوسيدال الفلاحة تقوم تعاونية بالمرافقة التقنية خلال الموسم الفلاحي، من عملية الحرث والبذر حتى عملية الحصاد. بالنسبة للمنطقة الجنوبية كان موسم قياسي، حيث منذ بداية الإنتاج في هذه المنطقة تحصلنا السنة على 320 ألف قنطار. هناك تحسن في نتائج في إنتاج الحبوب على مستوى المنطقة الجنوبية تقدر ب 30 إلى 40% مقارنة بالسنة الفارطة. هذا السبب راجع إلى توسع المساحات وكذلك اتباع الفلاحين للمسار التقني. كاين اللي داروا كما نقولوا احنا دي بيك في إنتاج الحبوب ونوصلوا حتى 80 قنطار في الهكتار. ما حققته شركة كوسيدار فلاحة من مردودية تم تحويله إلى محطات تصفية ومعالجة البذور بولاية خنجلة، وهذا لإعادة توزيع البذور على فلاحي المنطقة استعدادا للموسم الفلاحي 2023-2024. نحن نقوم بتصفية البذور على مستوى المحطة، وبعد استقبالها من المنطقة الجنوبية صحراء الممشى، بعد أخذ الموافقة نقوم بمعالجة البذور وتحويلها إلى بقية المخازن التعاونية لتوفير بذور جيدة عالية الجودة للفلاحين. هذا المركب سهل على الفلاحين لدفع محاصيلهم في مركب يتوفر على ظروف أو شروط ملائمة للتخزين. بالإضافة إلى الإنتاج النباتي، تختص كوسيدار فلاحة في الإنتاجين الحيواني والغابي، حيث تتوسع سنويا الأنشطة الفلاحية التي يعول عليها في إطار المقاربة الجديدة للدولة والخاصة بمرافقة المستثمرين الحقيقيين. إحياء لذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصمام، نظمت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بدار القرآن الشيخ أحمد سحنون بالعاصمة ندوة تاريخية استذكر خلالها الحاضرون نضال رجال مزجوا بين البندقية
والقلم وأخلصوا لدينهم ووطنهم وحرروه من أعتى قوة استعمارية عرفته البشرية. ومن هؤلاء الأفاضل الفقيد الشيخ الطاهر محمد أيت علجت، مجاهد خدم ثورة التحرير المباركة كغيره من المجاهدين، حيث سيخلد في صفحات التاريخ ماضيا حاضرا ومستقبلا لينهل من مآثره ومسيرته العلمية جيل الاستقلال. الشيخ محمد طاهر أيت علجت كان مفتيا، كان قاضيا في ثورة التحرير، كان مجاهدا وبقي على هذا الجهاد إلى أن نقله الله سبحانه عز وجل إلى رحمته. هؤلاء الأولياء الله تعالى يعني حببوا الحق إلى الخلق، فأجر الله تعالى دعاء الخلق على ألسنتهم محبة لهذا الرجل. كان يحدثني عما طلبه منه سعمروش عليه رحمة الله قبل أن يذهب إلى الزيتونة، ولما راح الزيتونة قالوا أنتم نحتاجكم في إعمار الجزائر، أنتم تعلمون. روح قالوا في الزيتونة وكان يشرف على المجموعة التي تذهب إلى 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 الزيتونة إلى تونس لكي تأخذ العلم. استفاد 28 طالبا من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من ورشات تكوينية لعرض السمعي البصري وتكوينات في مختلف المجالات المرتبطة بالمسرح. الورشات التي تقام بالمعهد العالي لمهن العرض والسمعي البصري ببرج الكفان بالعاصمة تندرج ضمن اتفاقية لتثمين وترقية التراث المادي واللامادي بين وزارة الثقافة والفنون ونظيرتها الصحراوية. ثمن هذه الخطوة اللي تأتي ضمن جملة من المحاور اللي تضمنها اتفاق التعاون ما بين الوزارتين، واللي حقيقة كانت الخطوة الأولى هي دعم وزارة الثقافة وبالتالي الحكومة الصحراوي بتجهيزات صوتية خاصة بالحفلات واللي كانت يعني جاءت في وقتها المناسب. هذه الورشات يستفيد منها 28 طالب صحراوي موهوب في المجال الفني والإبداعي، يتلقون تدريبات وتكوينات في مختلف المجالات المرتبطة بفن الركح المسرح. على الغرض من هذا المشروع الكبير هو تثمين وترقية الموروث الثقافي المادي وغير المادي الصحراوي. جدد رئيس دولة جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أمس دعم بلاده لكفاح الشعبين الفلسطيني والصحراوي، مؤكدا ضرورة الالتزام بمبدأ احترام السلام الإقليمية لجميع الدول والشعوب وسيادتها. وفي كلمة ألقاها عشية انعقاد القمة 15 لمجموعة بريكس بجوهانسبرغ، رفع رئيس جنوب إفريقيا لأجل توسيع عدد أعضاء مجموعة البريكس بعد أن تقدمت أكثر من 20 دولة رسميا بطلب الانضمام، وذلك لتقديم قيمة مضافة تتجاوز مصالح أعضائها الحاليين. في المغرب تزداد الأزمة الاجتماعية حدة بسبب عجز حكومة المخزن على احتوائها وسط تحذيرات من تفاقم الوضع المعيش ودعوات للتعجيل بالتدخل لوضع حد لاستمرار ضرب القدرة الشرائية للمواطنين. وفي هذا الإطار حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب حكومة المخزن من تفاقم الأزمة وحملتها مسؤولية ما وصفته استمرار الاحتقان وما يترتب عنه من دخول اجتماعي على وقع الاحتجاجات، ونددت باستغلالها لفترة العطلة الصيفية التي تعرف تزايدا في حركية السفر والنقل والترخيص للوبيات المحروقات للاستمرار في جني الأرباح وتدمير القدرة الشرائية للشعب المغربي من خلال زيادات متتالية في أقل من شهر في أسعار المحروقات. في تداعيات موجة الحرائق التي تجتاح كندا، أعلن رئيس الوزراء الكندي نشر قوات من الجيش لمواجهة حرائق الغابات سريعة الانتشار في إقليم كولومبيا البريطانية بغرب البلاد في ظل الجفاف والرياح التي أخضعت أكثر من 35 ألف شخص لأوامر إجلاء، فيما فرضت السلطات حالة الطوارئ في جميع أنحاء المقاطعة وحذرت في الإقليم من أن الأيام المقبلة ستكون صعبة بسبب اتساع دائرة حرائق الغابات. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الحرائق أتت على نحو 140 ألف كيلومتر مربع من الأراضي في جميع أنحاء البلاد مع انتشار الضباب الدخاني حتى الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
في مستجدات الوضع بالنيجر، غادر وفد مجموعة إكواس العاصمة نيامي بعد عقد لقاءات مبديا تفاؤلا بمواصلة محادثات حتى حل الأزمة في البلاد، في وقت تتواصل فيه دعوات الدولية لتغليب لغة الحوار والتفاوض وتفادي اللجوء إلى الحل العسكري. هذا فيما تشهد العاصمة نيامي مظاهرات شعبية رافضة للتدخل العسكري المحتمل وسط أجواء من الترقب الحذر، في حين نفت فرنسا نيتها سحب قوتها المتمركزة هناك. في فلسطين المحتلة، أغلقت اليوم قوات الاحتلال الصهيوني جميع المداخل المؤدية إلى مدينة الخليل، ما أدى إلى عرقلة حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين، كما اعتدت بالضرب على عدد من الصحفيين. وبضفة الغربية اعتقل 11 فلسطينيا خلال حملة دهم وتفتيش واسعة أعقبتها مواجهات مع الفلسطينيين. في خضم ذلك، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين سياسة العقاب الجماعية التي يفرضها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والهادفة إلى تسريع عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة. وندعوكم في الختام إلى مأدوبة من نوع خاص أبطالها كبار الطهاة للبيتزا والباستا من دول أجنبية وعربية، شاركوا في مسابقة دولية احتضنتها الجزائر والمؤهلة لنهائيات كأس العالم للبيتزا في روما الإيطالية. المنافسة اختتمت فيما تبقى العجينة والصلصة من أسرار مذاق البيتزا الإيطالية، تقول وصال والجوابي. رحلة نحو روما الإيطالية عن طريق هذه البيتزا الرائعة من أيادي شباب جزائري شاركوا في المسابقة الدولية للبيتزا والباستا في الجزائر. نلت المرتبة الأولى في مهرجان البيتزا الدولي، وإن شاء الله نشرفوا الجزائر في إيطاليا في كأس العالم. هذه المسابقات ملاح بزاف، سواء لبلادنا من الكوتي تاع السياحة، سواء الشباب الموهبين اللي عندنا في البلاد. الهدف تاعنا لازم أول شيء هو سياحي، ثقافي، ترفيهي. كان هدف تكويني، وهو تكوين الشباب، وجبنا لهم شيفان من إيطاليا، من تونس ومن فرنسا، باش يتكونوا تكوين صحيح لصناعة البيتزا. جو من التنافس لتحضير أشهى أنواع البيتزا الإيطالية وسط إقبال كبير للعائلات في متنزه الصابلات الذي أضحى قبلة للزوار من مختلف ولايات الوطن. وصلنا يعني في الويكند اللي فات، يعني اللي فات وصلنا إلى أكثر من 200 ألف زائر. لماذا هذا التوافد؟ لأن أولا وفرنا النظافة، وفرنا هذا الحماية، خاصة من طرف يعني أعوان تاعنا، من طرف أول الأمن اللي هما مشكورين. كان تجاوب كبير برشا، نحس روحي معناها عبارة في حومتي مش في بلادي، بلادي يحتمل هذه، بلادي ما هذيك في، نحس روحي في حومتي. Sono molto felice onorato di essere stato invitato. سعيد جدا بدعوتي لهذا المهرجان الرائع، أدهشني حب الجزائريين للبيتزا الإيطالية. الجزائر بلد جميل، شكرا لكم جميعا. أيام البيتزا والباستا طبعة أولى من نوعها في الجزائر، مسابقة مزجت بين تبادل الثقافات والترفيه. بهذا نصل إلى ختام النشرة، نلتقي مجددا في نشرة الخامسة.